بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا شباب، أهلا بكم يا بنات، كل أعضاء الموقع، أعضاء المنتدى، شباب صناع الحياة، كل الشباب اللي بيسمعونا، يعني ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. لقاء جديد لصناع الحياة المرحلة الرابعة، ولقاء ما قبل الأجازة. هنبدأ أجازة علشان الامتحانات وعلشان الطلبة يمتحنوا، لكن الناس اللي حابة أنها تكمل في الورش هنقول لهم شوية حاجات. طبعا كان مفترض، وأنا كنت أقول لكم من اللقاء التاني اللي فات، أن أنا حبدأ النهاردة معاكم الورش بتاعتي، وكنت مجهز كل حاجتي، لكن كمية الناس اللي بعتت لي من الشباب والبنات، طب إحنا هتبدأ موضوع جديد وإحنا عايزين نشارك وإحنا داخلين على امتحانات، إزاي كده؟ شوف حاجة تانية تعملها أنت والناس الخريجين اللي ما عندهمش امتحانات، واعملوا لنا حاجه تساعدنا في الامتحانات. ونظرا لان انا بلبي يعني حريص الفتره اللي فاتت ان كل طلباتكم اكون حريص ان انا يعني متناغم معاها ما استطعنا الى ذلك سبيلا، فانا عندي شويه اخبار وعندي شويه حاجات هقولها هتتم في الفتره اللي جايه. وهيكون اللقاء النهارده مش اخر لقاء لصناع الحياه، لكن اخر لقاء للورش بشكلها العام، اللي هي مواضيع بتتفتح من اخونا فارس او مني وتبدا الناس تشتغل عليها وتتحرك عليها. هنقوم عاملين كده ايه شوية تعديلات علشان الامتحانات. الاخبار اللي انا هقولها لكم فيها اخبار حلوة وفيها اخبار جديدة وفيها اخبار وفيها معلومات، وان شاء الله تكون شيء جديد وجميل. الخبر الاولاني، الشركة اللي كنا مكلفينها بالموقع الجديد بناء فاكرين على ورش العمل والحاجات اللي طلبناها، وعايزين نعدل الموقع وعايزين يبقى فيه كده البار اللي بتظهر ايه محتويات الموقع عشان تسهيل الدخول، والحتة بتاعت السيرش اللي عايز يعمل سيرش سرعة الموقع وتجديد الموقع واللوجو يكبر. فأنا فاكر كل الحاجات اللي انت قلتوها، الحاجات دي كلها الشركة خلصتها سلمتها لنا بالفعل. احنا يعني بقى الناس المسؤولين التكنيكال، الناس اللي شغالة في إدارة الموقع عمالة بقى تبص تتأكد ان كل حاجة سليمة، وبيعملوا يعني التجارب وبينزلوا الداتا القديمة من على الموقع الجديد. فاحنا نتوقع ان شاء الله ان خلال ايام هيبدأ الموقع الجديد تشوفوه. مش هيبدأ يتشال الموقع القديم مرة واحدة ويظهر الموقع الجديد، لكن هتبدأوا تشوفوه وتحطوا بقى يعني تدونا فيدباك ونمر بمرحلة كده تجريبية بين القديم والجديد، مثلا نقوله 15 يوم، يعني مش عايز ادخل بقى في التفاصيل، لكن ان شاء الله خلاص استلمنا من الشركة الجديدة وفي مرحلة التجربة الآن التجارب، وان شاء الله ينزل لكم خلال الأيام القليلة القادمة. وهيبقى لي مداخلة أول ما ينزل، وهبقى عايز أسمع الفيدباك بتاعكم، فمحتاج منكم فيدباك كتير. فدون النقطة الأولانية اللي عايز أقولها لكم. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها إن الورش هتتوقف، الورش اللي كنا عاملينها بالشكل ورش فارس وتتكون المجموعات لأن الناس عندها امتحانات، لكن هنقدم حاجة لبتوع الامتحانات، انا هقدمها، وهنقدم حاجه للناس اللي حابه ان الورش تستمر. جمعنا بين الحسنيين زي ما بيقولوا، الناس اللي داخله على امتحانات اللقاء مش هيقف، لكن هيكون لقاء ايماني محفز للنجاح. في روشته ازاي تذاكر، في روشته ازاي تدخل الامتحان، مذاكرة ما قبل الامتحان، يعني حاجة أنا ما عملتهاش معاكم قبل كده. أحيانا كنت بدخل مداخلات، لكن عمري ما عملت معاكم لقاء فيديو للطلبة اللي هم داخلين على الامتحانات. اللقاء ده هيبقى إن شاء الله يعني خلاصة إزاي تخش على الامتحان بنية هادية، بنية قوية، إزاي تذاكر وصفة. فدون من الحلقة الجاية، فكده يبقى رضينا، وبالتالي وهيبقى في جانب إيماني. فيبقى من هنا لغاية ما الامتحانات تخلص، صحيح ورش العمل هتقف، لكن اللقاء مش هيقف، وهيبقى هو لقاء صناع الحياة المرحلة الرابعة. فهيكون مش بيتكلم على المشروعات التنموية والأفكار التنموية اللي كنا بنتكلم فيها من ساعة ما ابتدينا ورش العمل، لكن هيتكلم إزاي ساعدك تنجح، لأن نجاحكم جزء من صناعة الحياة، ولأن نجاحكم جزء من مشروع النهضة. وبالتالي فاحنا في قلب الفكرة بتاعتنا وفي قلب العمل بتاعنا. إذن فلينتظر الطلبة اللقاء، هيكون إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم. هيكون بيركز على إيه؟ هيكون بيركز على وصفة للنجاح. تمام كده، ده بالنسبة لإيه؟ وبالتالي اللقاء مستمر إن شاء الله، مش هيقف. أنا معاكم كل أسبوع، رغم إن أنا منشغل بحاجات هتتعمل والدكتوراه وشوية حاجات زي كده، لكن الطلبة يستاهلوا ان احنا نهتم بيهم اهتمام غير عادي، عشان اول ما تيجي الاجازة هنقول لهم عندنا ورش تقيلة، وفارس هيكمل الورش بتاعته، وانا هدخل بالورش بتاعتي، فهيبقى عندنا شغل كبير جدا 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 ان شاء الله. طيب بالنسبة بقى للناس،
احنا عندنا وقت وخريجين، احنا هنعمل حاجه لطيفه جدا. احنا بقول لكم بننقل الداتا القديمه من الموقع القديم للموقع الجديد، وعايزين نثري حاجات كتيره في الموقع الجديد ما كانتش موجوده قبل كده، كل الاحداث اللي مرينا بيها في صناع الحياه وعمر خالد، وعايزين نجمع كل الحاجات دي، عايزين حاجات للجنه في بيوتنا، عايزين 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 حاجات كتيره جدا. ففي ضوء كل الحاجات دي عايزين 100 شخص فقط، هنعمل لهم ورش مخصوصه. هدف الورش دي اثراء الموقع الجديد واستكمال ما يحتاج الموقع الجديد في ضوء الكلام اللي اتفقتوا فيه مع فارس، لان في حاجات اتفقتوا فيها مع فارس موجوده على الموقع الجديد عايزين حد يكملها. فانا عايز 100 رجال ونساء، مش طلبه، الطلبه عندهم المذاكره وعندهم اللي اتفقنا عليه، بس عايز 100 واحد عندهم وقت. ال 100 واحد دول هنحتاجهم بشده جدا جدا من هنا لرمضان، لان هيبقوا قوه دافعه لاستكمال حاجات في الموقع. تخيلوا كمية الشغل، وهيشتغلوا على شكل ورش، يعني هيبقى لهم ورش بيشتغلوا عليها. فكده يبقى جمعنا بين الفكرتين، الطلبة ليهم لقاء رشدة إن شاء الله النجاح، والخريجين لهم ورش خاصة بس 100. يبعتوا فورا يسجلوا على الورش، الروابط هنحطها، 100 اللي هيسجلوا اول 100 هناخدهم ونبدا معاهم. فايه فالاولويه لسرعه التسجيل دون هيكون الموضوع الثاني او الخبر الثاني اللي احنا هنعمله في الفتره الجايه. الحاجه الثالثه اللي انا عايز اقولها ان برنامج مجددون رجع على قناه المحور، ففي كذا حاجه حابب اقولها لكم. اول حاجه ان انا هيكون يعني انا بسجل النهارده ورايح قناه المحور، الحلقه دي هتظهر عندكم بكره، لكن في لقاء بتاع قناه المحور اللي بيتكلم عن مجددون واشياء اخرى تشوفوه على الموقع، اللقاء كامل متسجل تتفرجوا عليه على الموقع في قناه المحور في برنامج 90 دقيقه بيتكلم عن برنامج مجددون. الحاجه الثانيه ان خبر رائع وجميل جدا، هيكون في لقطات حصريه يوميه على الموقع بعد نهايه حلقه مجددون. اللقطات اليوميه الحصريه دي فيها حاجات ما ظهرتش في الحلقات. وعايز اقول لكم حاجه مهمه قوي يا شباب، احنا هنبدا طريقه جديده، مش كل اللي على التلفزيون كل حاجه حتى في برنامج رمضان، لان موقع عمر خالد دوت نت الحمد لله بالمكانه العالميه وبيكم يستاهل ان يبقى له حاجات حصريه خاصه بيه. ودي فكره جديده بنبداها من برنامج مجددون باعادته على المحور. ايه هي؟ ان برنامج مجددون موجود على قناه المحور، لكن في حاجات محدش هيشوفها تاني غير حصريه على عمر خالد دوت نت. وكذلك هنعمل نفس الحكايه ببرنامج رمضان، في حلقه لكن في حاجات حصريه على عمر خالد دوت نت. وبالتالي فدي فكره جديده ومكانه جديده ونقله جديده، وان شاء الله رانك جديد. فبنشجعكم عليها بشده، وبشجعكم تاني وباكد عليكم الدخول عن طريق روابط أليكسا علشان نضمن رانك عالمي ان شاء الله باذن الله. لكن اللي انا بقوله لكم تاني ان حاجه جميله جدا، ادخلوا كل يوم على موقع عمر خالد دوت نت هتلاقوا ربع ساعه كامله جديده ما اتشافتش قبل كده من حلقه مجددون اللي اتعرضت يوم الاثنين، يعني حلقه يوم الاثنين من الاثنين للاثنين اللي بعده، كل يوم كل يوم ربع ساعه لقطات جديده، ساعات من البورد روم، من قاعه الاجتماعات، ساعات من الحركه، ساعات مع كل يوم. فدون خبر جديد. كذلك اكيد انتوا شفتوا الصور او السناب شوتس اللي محطوطه والتعليقات بتاعتها، كل اسبوع بنحط قبل الحلقه 20 صوره جديده ما اتشافتش قبل كده سناب شوتس عليها تعليقات، فاتفرجوا عليها ايضا. كذلك المدونات بتاعت مجددون، يعني رمز العمري بدا يحط المدونه بتاعته، اثار ربنا يكرمها حط المدونه بتاعتها، اظن في ناس تانية داخله حط المدونه بتاعتها، وانا هدخل احط المدونه بتاعتي ان شاء الله. فدي ثلاث حاجات لها علاقه ببرنامج مجددون بس موجوده على عمري خالد دوت نت. خبر تاني حابب اقوله ان انا مناقشه الدكتوراه بتاعتي يوم 19 مايو في جامعه ويلز يونيفرسيتي ان شاء الله باذن الله، ادعوا لي ربنا يفتح عليا. فين هات لي الرساله كده، عايزين نوري الناس رساله الدكتوراه. رساله الدكتوراه لحظه واحده، ايوه. فدي بقى يا جماعة رسالة الدكتوراه، الإسلام والتعايش مع الآخر، دراسة حالة على المسلمين في بريطانيا.
يعني بقى هبقى احكي لكم عنها طبعا بالتفصيل، وهننزل اجزاء منها وفيها حاجات جيده جدا، لانها مش مجرد رساله نظريه، هي اجمل ما فيها انها عمليه جدا. قامت على استبيان 500 عينه من المسلمين و500 عينه من غير المسلمين، وبنسال كل طرف نفس الاسئله عشان نشوف فين مناطق القبول الكبير مستعدين يشتركوا مع بعض فيها، وفي مناطق الرفض مش مستعدين يعملوها ابدا، في حتت عند المسلمين مش ممكن يقبلوها، وفي مناطق حياديه. فنقول تعالوا نركز على المناطق اللي فيها قبول عالي بفكره الرساله، والمناطق اللي فيها رفض ليه بتضغطوا علينا في مناطق احنا مش عايزين نتعايش فيها، لان ديننا مخلينا طالما عندنا مناطق اخرى نستطيع ان احنا نتعايش فيها. فاهمين الفكره؟ ليه تضغطوا علينا في موضوع الحجاب طالما عندنا مناطق اخرى نقدر نتعايش فيها؟ لو النيه سليمه تعالوا نركز على المشترك بدل ما نركز على المختلف عليه. انا كده لخصت لكم رساله الدكتوراه اللي هتتناقش، بس بالله عليكم بقى عايز دعاء شديد جدا 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 ان ربنا يفتح علينا في رساله الدكتوراه. عندي خبر تاني حلو جدا جدا جدا. ناس كتير كنا وعدينهم بالعمره وتأخر تنفيذ العمرة، وفي ناس كنا عايزين نطلع الحج وبعدين اتأخرنا، فاحنا بنعلن ان في كم اسم، استنوا هقول لكم 20 اسم هقولهم دلوقتي. ال 20 اسم دول يركزوا جدا، تم اختيارهم بناء على مش اختيار جديد، ده هم كانوا فازوا بجوائز وبلغناهم ان هم فازوا بعمرة، فتم الاتفاق خلاص موعد العمرة ان شاء الله يوم 10 شعبان. يوم 10 شعبان العشرين اسم اللي هقولهم هيدخلوا على الميل اللي هو عمرة، هقول لكم احنا omra@عمرخالد.net. هيتقال لهم بقى هتروحوا نبعت لهم الجواب اللي هيروحوا بيه السفاره علشان تذاكر السفر، يعني بقى كل بقى الاجراءات مش عايز ادخل في التفاصيل، لكن هقول الاسامي بسرعه قوي وارجوكم تبلغوهم علشان 10 شعبان ان شاء الله العمره. حسن سعيد من مصر وسلمى شتا من الجزائر، الاثنين كانوا فازوا في مسابقه برنامج قصص القران الجزء الثاني بتاع رمضان اللي فات، هما الاثنين. حنين من ليبيا في صوتك واصل كانت فازت بعمره. ياسين 66 من المغرب والراجل صاحب المجهودات الرائعة في ورش العمل، تنمية إلى الأبد صاحب نشرة الموقع ونشرة صناع الحياة من مصر واللي ساهم في الورش كتير، أمير المرابطين من مصر، فاطمة محمد أحمد من مصر، منال محمد حسن من مصر، محمود رجب محمد عبد الرحمن من مصر، حسام حيدر ومحمد صقر وفاطمة فاطمة الزهراء عبده، كل دول داخلين معانا. ميادة 4 4 ربنا يكرمها مجهود غير عادي. محمد أيمن من المغرب، عمار حمود الصوفي من اليمن، ناصر العبيد من الإمارات، بني جدد يوم اللي هو كان عمل الأفلام الوثائقية في الورش من الجزائر، أحمد أمين من الجزائر، نادية حسين من مصر، إم إنجل من العراق. لو عرفت تجيب الفيزا تدخل بقى العشرين اسم اللي أنا قلتهم دول، هينزلوا أسمائهم على الموقع، فلو سمحتوا يدخلوا على عمرة omra@عمرخالد.net علشان إحنا بنجهز يوم 10 شعبان، مش بنجهز خلاص اتفقنا، يوم 10 شعبان دي جايزتهم في السنة الماضية، العشرين اسم إن شاء الله يتوجهوا للعمرة، ويبقى كده الحمد لله أنا وفيت لهؤلاء العشرين والبقية تأتي. أنا عايز أشكر الحقيقة أكاديمية إعداد الذات وبرنامج والمواقف الاجتماعية بتاعت الجنة في بيوتنا، الدكتورة هدى طاهر وأختنا الأستاذة هناء اللي ماسكة الجنة في بيوتنا، عاملين شغل رائع جدا، بشكرهم جدا جدا جدا. المرشحين للعمرة الأسامي الجاية للعمرات القادمة هيبقوا الناجحين في أكاديمية تطوير الذات اللي هيكسبوا وهيكونوا من المتميزين وهياخدوا شهادات تقدير من الدكتورة هدى طاهر قبل ما نبدأ دورتنا الجديدة في أكاديمية إعداد الذات لناس تانية، هنطلعهم المتميزين عمرة، وكذلك المتميزين في الجنة في بيوتنا هيبقى لهم عمرة. وبالمناسبة الجنة في بيوتنا، الأستاذة هناء هتبدأ ورش عمل خاصة بالجنة في بيوتنا لتلخيص المواقف والاراء اللي اتقالت حواليها، ففي ورش عمل غير الورش بقى بتاعتنا خاصه بالمواقف الاجتماعيه، والاستاذه هناء ربنا يعينها ويفتح عليها ويطلع شغل جميل. فاضل ايه؟ انا تقريبا قلت لكم يعني كل الحاجات اللي كنت عايز اقولها لكم، فاضل شيء اخير ان تدعوا لي دعاء شديد جدا 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 في برنامج رمضان
القادم، برنامج رمضان القادم رحلة للسعادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس التعبانة، الناس اللي الهموم تعبتها، الناس اللي الحياة ضاقت عليها، في ناس عندها مشاكل كتيرة وعندها مشاكل مادية. وسبب البرنامج الحياة اللي أثرني فيه قوي كمية الشباب اللي بيعتوا لي أنا تعبان، كمية البنات أنا عندي مشاكل عائلية، بنات مش عارف أتجوز، الناس مش عارف أشتغل، ولقيت إن في حاجات مادية أنا ما أقدرش أحلها لهم. لكن السعادة مش جزء مادي بس، في مشاعر وأحاسيس وجانب إيماني وجانب قلبي، في وجانب عملي، حاجات عملية تعملها تقلل القلق، تقضي على أنا مش هحل الموضوع، لكن أنا بقدم لك 30 وصفة نبوية متكاملة إزاي تعيش سعيد، بنور لك أنوار للسعادة في وسط البحر الهائج والظلمات اللي موجودة في حياتنا الصعبة، تيجي تنور برحلة للسعادة. ده برنامج رمضان. ادعوا لي ربنا يفتح عليا فيه قوي 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 قوي، ادعوا لي ربنا يفتح عليا في الدكتوراه قوي وننجح يوم 19/5 ان شاء الله. الحاجه الثالثه، عايزين 100 واحد عشان نبدا ورش خاصه لتحديث وتجديد استكمال احتياجات الموقع، وهيبقى بيني وبينهم تشات مخصوص. ربنا يفتح عليكم ويبارك لكم. الطلبه هكون معاكم الاسبوع اللي جاي، لقاء جديد لصناع الحياه. ربنا يبارك لكم ويرضى عنكم ويتقبل منكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، ولقاء جديد. مبروك للناس اللي طالعه العمره، ادعوا لي جامد قوي قوي قوي. انا مسافر بكره من مصر الى لبنان للاعداد لبرنامج رمضان وتصويره في لبنان، وبعدين طالع على لندن علشان مناقشه الدكتوراه، وبعدين طالع على امريكا علشان المؤتمر اللي هيتعمل لاحياء الايمان في الجاليه المسلمه في امريكا في كاليفورنيا. ده جدولي الفترة الجاية، هننزل لكم الصور والأخبار أول بأول إن شاء الله. بس ادعوا لي بشدة وحكون متواصل معاكم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيكم مرة تانية. مفيش شك إن برامج عمرو خالد بيبقى ليها شعبية كبيرة جدا، برامج زائعة الصيت لما بتعرض في الفضائيات العربية. في الوقت الحالي بيعرض على قناة المحور برنامجه الجديد مجددون. إيه الرسالة وإيه المغزى من هذا البرنامج ومخاطبة الشباب بالذات والتحفيز للهمم بتاعتهم ولمحاولة تنميتهم كمشروع، نقول ايه، من ضمن مشروع كبير اسمه نهضة الأمة اللي احنا عايشين فيها. بتهيألي احسن واحد يجاوب على كل هذه الأسئلة عمرو خالد اللي بيشرفني النهارده ببرنامج 90 دقيقة، وأنا برحب بيك جدا. أهلا يا معتز، شرف ليا وأنا سعيد بيك وسعيد بالجمهور والسادة المشاهدين اللي بيشوفونا. ألف شكر ليك يا عمرو. المجددون لما تابعت منه كذا حلقة حسيت إنها زي ما تقول نماذج زي الفل زي ما بنقول في مصر. نعم. نماذج حلوة. نعم. شباب واعد. نعم. عينيه فيها لمعة. نعم. تقدر تقرأ مستقبل حلو في عيونهم. صحيح صحيح، أنت لخصت. عايز تقول إيه؟ هو إحنا عايزين نقول كذا حاجة. عايزين أول حاجة نقول إن الشباب العربي بخير بخير، بس عايز حد يمدي له ايده. وعايز ياخد فرصه. وعنده امكانيات هائله، ولو رهننا عليه ان هو يساعد في حل مشكلات كتيره في بلادنا هيجيب نتائج فوق قدرتنا على التخيل. فيهم قلوب خضراء ما لوستهمش حياه، ما لوستهمش رشوه أو. شباب زي الورد. ليه باصين لشبابنا على انه ملوش قيمه في المعادله، في معادله الخير والاصلاح؟ ده شباب رائع. فحبينا نعرض فكرة بنقول تيجوا نفتح للشباب فرص يخدموا بلادهم من خلال مشروعات يقوموا بيها، بس مش هندي كلام وعظي. تيجوا نشوف بعنينا وهم بينفذوا، تيجوا نتفرج عليهم هم. ويكون ونرجع احنا لورا خطوة ونديهم فرصة ونمدن لأيديهم ونقول لهم يلا يا شباب اعملوا المشروع الفلاني. يعني انا دوري في البرنامج ببدأ في بداية الحلقة اديهم مهمة، المهمة دي الخير بلادنا متسقة مع احتياجات بلادنا، مع احتياجات العالم العربي. زي ايه نموذج كده مثلا؟ مرة نقول لهم انزلوا للقرية الفلانية. القرية دي هتروحوا الأسرة الفلانية هتبدأوا تعملوا لهم مشروع صغير وترجعوا ابنهم للمدرسة. مرة هتنزلوا دار أيتام. مرة مطلوب تعملوا فيلم قصير والفيلم ده يكون له هدف ورسالة، اللي هي الحلقة الجاية إن شاء الله بتاعت الاثنين اللي جاي. تمام. كل اسبوع مهمه في اتجاه مختلف. كويس. مره هتنزلوا حي وتنظفوه وتجملوه وتخلوا له شكل جميل. مره هتعملوا دوري كوره بين القرى للناس اللي قاعده على القهاوي، بدل ما تقعد على القهاوي لعبوهم دورات كوره، بس ما تكونش للخناق والخلاف، بحب واخوه.
لترسيخ قيمة الرياضة الأخلاقية بالزبط الجميلة. بالظبط. كأن أنا عايز أقول الشباب العربي طاقة هائلة، أكتر طاقة موجودة عندنا دلوقتي الشباب العربي، أكبر كنز موجود في بلادنا مش البترول ولا الغاز ولا الهرم، أكبر ما نمتلكه من كنوز هو أولادنا دول، الثروة البشرية. الشباب دول طاقة معطلة، ما حدش عايز منهم حاجة، لا أبوهم عايز منهم حاجة ولا المدرسة عايزة منهم حاجة ولا الجامعة عايزة منهم حاجة ولا بلادنا عايزة منهم حاجة. طب هيروحوا فين؟ هيروحوا مخدرات، هيروحوا تطرف. تيجوا نفتح لهم قنوات ونقول لهم يا شباب حطوا الطاقة هنا، ومش طاقة هنا بنضيعها، لخدمة بلدكم. طب الرسالة دي انت بتبعتها لمين؟ ببعتها للشباب العربي كله، ببعتها للإعلام كله، ان بصوا يا شباب في 16 واحد انا اخترتهم شبهكم. واجمل ما فيهم ان هم شبهكم، مش شباب، مش جايب شباب غير عادي، بس شباب ناجح زي ما انت قلت، زي الورد. وما اكثر الشباب اللي زي الورد في بلادنا. معايير اختيارك ليهم كان ايه؟ احنا حطينا الاول تقدم لنا 250 الف استماره ما شاء الله، شباب عايزين من حوالي 9 دول عربيه. اخترنا الشباب على عده مقاييس، اول حاجه طموح، تاني حاجه شارك في عمل خيري قبل كده، مش جايب واحد ما شاركش، جريء يقدر يقف قدام الكاميرا، مش هيقعد بقى يبص للكاميرا، يا عم انت مالكش دعوه بالكاميرا ده ريالتي تي في، يقعد اشتغل. مرن، يستطيع ان هو يتالف مع الجنسيات العربيه المختلفه، احنا 9 دول. انت متخيل 9 دول وبنصور في 5 دول مختلفه؟ يعني توليفه 15 لغه، يعني ساعات بيبقوا قاعدين الاولاد مش فاهمين بعض، ونكت كانت الصبح انت بتقول ايه ويفهموا بعض غلط. وبعدين هتنزلوا تنفذوا المشروع في لبنان، في الاردن، في مصر، في السودان، دول مختلفه اللي حصل فيها الحلقات. وبالتالي فالشباب لازم يكون مرن، لازم يكون قابل للتعامل مع الجنسيات الاخرى. ما عندوش مشكله ده جنسيته مش عارف خليجي وده مصري، لا ده شامي، لا ده جزائري. لا، يعرف يتفاهم ويتالف، وده احد اهداف البرنامج. في وسط ما بين العالم العربي على الاعلام في الفتره الاخيره من مشاكل، تيجي اوريكوا نموذج لشباب بيحبوا بعض ويعرفوا يتفاهموا مع بعض لخدمه بلادهم. القدره على التعايش مع الاخر وقبول الاخر بغض النظر عن لهجته، عن جنسيته، عن طريقته، أو حتى معتقداته الدينية. فأنت مقدم 16 شاب وفتاة، تمام، وبتقدمهم كنماذج، بقدمهم لمين؟ للشباب. ولذلك أنا أكتر حاجة بتسعدني كل أسبوع لما أدخل على عمري خالد دوت نت وألاقي الشباب بعت لي، طب أنا عايز أشارك في مجددون الجزء الثاني. طب أنا تأثرت قوي 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 بعبد العزيز نعمان بتاع السعودية، أنا إيصال الكتتني بتاعت مصر هي دي النموذج اللي أنا شايف نفسي فيه. أنا خالد دياب كاتب السيناريو أنا حاسس بنفسي فيه، أنا فارس بتاع السودان هو ده أنا. وتلاقي شباب بعت لي يقول لي إيه، أنا زيهم وأحسن منهم. ولاقي شباب بعت لي يقول لي أنا محبط وبعيد، يا ريتني أبقى زيهم. حتى ده مفيد، لأن أنا حركت جواه خليك زيهم. فأنا الحقيقة دي الرسالة الأولى. عايز تعمل جزء تاني منه؟ أجزاء. أجزاء إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا كراجل إعلامي أحب أسألك سؤال، يعني هل يكفي إن أنا أوجه رسالة لأصحاب المشكلة نفسهم، ولا الرسالة المفروض إنها تنفذ جميل لأصحاب القرار يا عمرو؟ جميل جميل. خلي بالك البرنامج فيه حتة تانية خطيرة معتز. البرنامج بيكلم الإعلام. بيكلم الإعلام إزاي؟ هقول لك. أصل الإعلام جزء من أصحاب القرار، يعني أصحاب القرار مش الدول بس، الأجهزة الإعلامية اللي بقت مؤثرة جدا في بلادنا جزء من أصحاب القرار. بكلمه إزاي؟ إحنا شفنا تلفزيون واقع كتير في بلادنا، صحيح، لكن عمره ما كان شبهنا، كان متاخد من الغرب. نعم، من ثقافة مع احترامي للثقافة الأخرى. بس مش شبهي. أنا لما ببص في المراية بتاعته ما بشوفش فيه ملامحي، بشوف فيه ملامح بلاد أخرى أنا عايز أشوفني. إحنا أول تلفزيون واقع شبهنا، شبه بلادنا، شبه ثقافتنا. تبص فيه فعلا دي مشاكل القرية المصرية، والشباب نازلين، والشباب زيهم نازلين يحلوها بحب. أيوة فعلا، معالي فقيه البنت السعودية دي فعلا عرفت تتعامل، بتتعبر بتلقائيتها. أيوة فعلا، ده لما نزلوا السودان ونزلوا الأردن، دي هبة دي الأردنية والدكتور رمزي العمري الأردني، دول شباب ناجح بس شبهنا. فدي حتة حلوة قوي. تاني حاجة، هل ممكن نقدم تلفزيون واقع شيق وجذاب وفيه اكشن وله رسالة؟ كل تلفزيون الواقع اللي قدم قبل كده ليس له رسالة. احنا اول تلفزيون واقع له هدف، اللي احنا قلناه من شوية، لما يكون مثلا تلفزيون الواقع لاكتشاف موهبة بتاعت مغني ولا ممثل جديد، ماشي. بس
لما تلاقي 90% من فكر التلفزيون الواقع ما بتنقلش الشباب، يعني معلش اكتشاف موهبة جديدة ليس لها علاقة بملايين الشباب اللي ما بيعرفش يغني. مظبوط. لكن انا بتكلم على ملايين الشباب اللي عايز يشتغل بايده. وهو ده اللي انا اقصده بهدف. ما اقصدش انها مجرده من اي فكره، مش ممكن، ما فيش برنامج فضائي اصلا مش هيكون كده، لكن انا اقصده ما بتخدمش الملايين. بتخدم التشويق فقط. في ناس موهوبين عددهم محدود جدا في الاغنيه في الصوت. لكن الملايين ايه علاقتهم؟ التشويق. طب هل ممكن نجمع التشويق مع الهدف؟ ولذلك انا بقول لك مجددون الجزء الاول في اخطاء فنيه. وانا سعيد ان في اخطاء فنيه، لان انا بعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده. يعني اللي اخترع الطياره اول مره لما بنيجي نتفرج الطياره الحاليه ويبص على الطياره اول مره يقول يا دي فيها عيوب كتيره، بس دي كانت اول طياره. فاحنا مجددون في اخطاء فنيه. ايه اكتر الاخطاء او العقبات اللي قابلتك وانت بتنفذه؟ كل انواع العقبات اللي ممكن. ده فعلا فعلا. تخيل عقبه اللغات المختلفه، عقبه انك بتنقل 16 متسابق بفريق انتاج وتصوير ومخرج وانا معاهم بنتنقل بين 4 بلاد مختلفة بنصور في كل بلد 3 حلقات. عقبة التفاهم مع الشارع اللي في البلد اللي انت بتنزل فيه اللي انت مش عارف ثقافته قوي في مشروع لازم تنفذه في 3 ايام. عقبة ارهاق الشباب، لازم نخلص البرنامج والمهمة 3 ايام، هتنزل القرية الفلانية اللي هو ما يعرفهاش قبل كده وهو البنت جاية من السعودية او جاية من الاردن، فيهم ناس مصريين صحيح وكل حاجة، هتنزل القرية الفلانية، هتروح لأهل القرية دي، هتختار أسرة فقيرة، هتعمل لهم مشروع صغير يناسب القرية دي وترجع ابنهم المدرسة في 3 أيام. 3 أيام؟ الشباب وهم بيخلصوا المهمة أول ما بنديهم المهمة يقول لك أنا آسف أنا ما أقدرش أنفذ الكلام ده في 3 أيام. في نهاية المهمة بيقول لك أنا مش مصدق، إحنا إيه اللي حصل ده؟ طب ما لو 1000 شاب عملوا نفس الفكرة، طب لو كل شباب بلادنا، طب لو بقى الإعلام وأصحاب القرار قرروا الاعتماد على الشباب ودخلوا الشباب في معادلة الخير والإصلاح، ممكن يحصل إيه؟ يحصل حاجات أنا وإنت يصعب علينا مهما حلمنا إن إحنا نتخيلها الآن. ده البرنامج. إنت بتتكلم عن مشكلة ضربة في مجتمعات عربية كتيرة جدا وفي العالم كله اسمها البطالة، بتحاول تتقلص من البطالة. دي أحد المهمات. يعني في الأردن في كانت مهمة مختلفة جدا، في ناس خارجين من السجون المجتمع غير قابلهم، بعضهم تاب وبعضهم ما تابش. اخترنا 10 تنفار فيهم اللي كده وفيهم اللي كده وديناهم للشباب، أدي السيفيات بتاعتهم والناس جاهزة، شغلوهم ورجعوا المجتمع يحتضنهم في 3 أيام. في 3 أيام؟ والهدف إيه؟ هل المجتمع يقبل هؤلاء ولا لا يقبلهم؟ طبعا في ناس ما عرفوش يشغلوا في 3 أيام طبعا، لكن في ناس عرفت تجيب في يوم، نزل على الشركة الفلانية، شركة من الشركات الكبيرة. قال له احنا برنامج كذا وعايزينك تساعدنا في كذا والهدف كذا، الراجل تفاعل معاه قال له بس ما عينش الا واحد السي في بتاعه واكون متأكد منه. وهتشوف بقى الحلقات. يعني الحلقة اللي بعد الجاية هتيجي الحلقة بتاعت الاردن دي، والحلقة اللي بعديها بتاعت المساجين، ذوي اصحاب السوابق. فاحنا في الاخر اخترنا 14 فكرة محتاجاهم بلادنا. جزء منها البطالة، جزء بس منها، وجزء منها تذوق الجمال، زينوا بلادنا، انزلوا الحي وخلوه جميل. يعني في وجزء فني، عايزينكم تعملوا فيلم قصير مدته دقيقة له هدف ورسالة بس معمول حلو، وعملوا حتة فيلم يا معتز ينفع ينزل فيه الان على اي قناة كإعلان صغير بيتكلم عن الأخلاق. دي الحلقة الجاية، يعني معمول بمعايير مهنية عالية في 3 أيام ممكن تؤهله ان هو يتعرض على اي فضائية. انا بوفر لهم ايه؟ قلت لهم انا هوفر لكم كاميرا، هوفر لكم مونتير، وانتوا عليكم تطلعوا الفكره وتروحوا تصوروا. طب احنا ما بنعرفش نتصور، اجتهدوا مع بعض. فيهم شباب مخرجين، ما احنا مختارين ال 16 في تنوع في الكفاءات. يعني في شاب جزائري مخرج في التلفزيون الجزائري، تمام، انتج الفيلم وخرج. ما احنا كل حلقه بنعمل ايه؟ بتخرجوا اظن 2 لا واحد. واحد كل حلقه. في فريق كسب وفي فريق خسر. الفريق الخسر بنقول لهم في واحد فيكو هو الاقل اداء، هنقول له احنا اسفين انت مش هتكمل معنا. فال 16 كل اسبوع بينقصوا واحد، يعني النهارده الحلقه هتتعرض بعد برنامجنا على طول نقصوا واحد. الاسبوع الجاي نقصوا واحد، اللي بعده، في الاخر بيفضل 2. ومين اللي بيحدد اللي يخرج او اللي يستنى؟ لجنه التحكيم، انا ومعايا 2 مستشارين رجال اعمال وفاهمين دنيا. ما انا ليه بقول لك رجال اعمال؟ اشتغلوا دنيا وفاهمين ويعرفوا يقيموا. انزلوا، واحد ينزل مع فريق الولاد وواحدة تنزل مع فريق البنات، وعيشوا معهم خطوة بخطوة.
وبيدوا زي ما تقول درجة لتقييم الأداء، وعندنا معايير تقييم، وبنقعد مع الولاد بقى في آخر الحلقة نقول لهم بنقيمكم على كذا. فهنا يا عمرو لو أنا مش غلطان يعني أنت بتوفر المعايير، تعال نقول بتوفر العدالة في اتخاذ قرار الاستبعاد. صحيح، مش كده؟ كان عندنا بس مشكلة معتز في الحكاية دي، إن مدة الحلقة لا تكفي لإظهار كل الكلام ده. قد إيه؟ مدة الحلقة ساعة. لكن الموضوع محتاج اكتر. وبعدين البورد جمله لوحدها اللي احنا بنطلع فيها بنقول لواحد، لان القرار كان صعب عليا قوي. انا راجل بحب الشباب والشباب بيحبني. ان انا اجي ابص في عينين شاب واقول له انا اسف انت مش هتكمل معنا، قاسيه جدا. يعني البرنامج كله كوم واحساسي انا الشخصي، وانا ببقى داخل مش عارف مين اللي هيخرج. لكن بنحط المعايير ونبدا نقيم، وبعدين نقول لهم لو سمحتوا ادونا 10 دقائق للمداوله انا والمستشارين. ومين اللي بيبلغه؟ انت انا اللي ببلغ. انت اللي بتبلغه الرساله السلبيه. وموجع جدا. وموجع جدا، بس لا تتخيل العاطفه اللي بتتم بعد تصوير الحلقه. الحب، انت يكفيك ان انت حققت هذا النجاح، وبعدين تعال نكمل مع بعض في مشروعات اخرى. يعني لان انا حريص على الاحتضان اكيد، لكن لان مده البرنامج قليله قوي فعملنا على عمرو خالد .net فكره بقى جديده بتتنفذ من بكره. ان في لقطات تانية الناس ما شافتهاش في البرنامج. عشان تفهم الناس الحلقات كلها بننزل كل يوم ربع ساعة على عمرو خالد .net من بكرة. تشرح حلقة النهاردة، يعني النهاردة الحلقة اتعرضت في مجددون على المحور. من بكرة الثلاث لغاية الثلاث اللي جاي كل يوم ربع ساعة مزيد من التفاصيل عن الحلقة اللي اتعرضت قبليها بيوم. اللي عنده اي استفسارات بالظبط، فبستخدم النت لمزيد من توضيح الصورة. في يعني ردود فعل كانت لافتة للنظر من الناس المستبعدين، ولا الناس خدتها بصدر رحب وخلاص؟ بعض خدها بصدر رحب، وبعض قال انا اتظلمت. طب وبعض قال انا ما كانش ليا حق اخرج، اللي كان المفروض يخرج هو قائد الفريق، هو السبب في الخروج. والله عشان اخرج. طب وساعتها ده يعني وده يديك مصداقيه اكتر ويديك واقعيه. الناس بتتصرف، وفي ناس غضبت بس مش ده الغالب. يعني في ناس فقدت اعصابها يعني، لانه كان عنده امل ان هو يكسب، وكان شايف نفسه ان هو اللي هيوصل للنهائي. طب وقائد الفريق هو ضامن وجوده بغض النظر عن ادائه؟ لا، احيانا هو اللي بيخرج. ممكن هو اللي بيخرج، هو اللي بيخرج. لان انا شفتك بتسال صحيح. بنت بتقول لها ايه رايك مين اللي يخرج، قالت لك فلانه وفلانه. قائد الفريق بيرشح اتنين معاه هما الاسوأ اداء من وجهه نظره، بس هو من الثلاثه. يعني الاول انت بتقول في فريق كسب وفي فريق خسر. الفريق اللي خسر قائد الفريق نقي لي اسوأ اتنين اداء، او بلاش كلمه اسوأ، اقل اتنين اداء. فبيختار اتنين بس معاه. فالناس كلها تمشي ويقعدوا هم الثلاثه. فقائد الفريق عرضه طبعا، لانه يستبعد طبعًا. كمان والا يبقى كده لا. طبعا يعني طريقه الاستبعاد تعال نقول ان هي فيها ديمقراطيه الى حد كبير. فيها ديمقراطيه وفيها تشاور وفيها احترام. والطريقه جديده، يعني هي الفكره على بعضها، مجددون على بعضه، حاجه مش موجوده قبل كده في العالم العربي. صحيح. حاجه جديده، ولذلك هتحتاج عشان تنضج وتستوي كذا سيزون. كلام كتير جدا لازم يتقال في البرنامج وفي الفكره الرائعه دي، واستاذنك ان احنا نتوقف عند استراحه اعلانيه ونرجع نبحث اكتر في فكر عمرو خالد وبرنامج مجددون اللي بيذاع في الوقت الحالي على قناه المحور. خليكم معانا لان الاستاذ عمرو خالد برضه هيفضل معانا بعد الاعلانات. اوعوا تروحوا في اي حته. طيب، يعني الشباب هو الكنز، الثروة البشرية اللي موجودة في كل مجتمعاتنا، بس ربما لا توجه في الاتجاه الصحيح. الشباب وتفجير الطاقات اللي جواه يحل مشكلة البطالة ويقود حركة التنمية لقدام، ونشوف نهضة كبيرة للبلاد حبيبتنا اللي احنا عايشين فيها. طيب، كلام كله جاي في مضمون برنامج مجددون لعمرو خالد اللي بيعرض حاليا على قناة المحور في معادين، خليني اقول لكم عليه، في يوم الاثنين الساعة 7 مساء، ويعاد مرة تانية 12:30 مساء بعد منتصف الليل، يعني بتوقيت القاهرة، ومباشرة بعد برنامج 90 دقيقة. استاذ عمرو خالد منورنا. الله يخليك يا معتز. الله دلوقتي يخليك. دلوقتي احنا قلنا ان انت بتكلفهم باعمال يعني لتنمية المجتمعات. نعم. بتطلع الطاقات اللي جواهم
وبتحفزهم وبتاخد منهم يعني عمل وإنتاج إبداعي ملوش حدود. صحيح. وبعد كده بتستبعد كل شوية حد فيهم حسب ما تراه أنت واللجنة الخبرة. نظام مسابقة عشان نظام مسابقة. الشكل التشويقي جنب الشكل إنه لأداؤه يعني كده شوية لغاية لما في الآخر بتوصل لإيه بقى؟ في واحد بيكسب في الآخر. واحد. بيحصل على جائزة كبيرة جدا. 100,000 يورو. 100,000 يورو. بس مش هياخدها كاش في إيده. أمال. هياخدها في شكل مشروع خيري تنموي هو يختاره. يعني كأنه بضاعف الفكرة. هو ياخد لنفسه بعد ما كسب 20% من الجائزة. وال80% انت ايه المشروع اللي وانت جاي مجددون اصلا كنت عايز تعمله؟ انت نفسك في ايه؟ انا عايز ابني ورث سيناريو تطلع سيناريوهات للخير. دخل الدياب مثلا. معالي فقيه، انا عايز اعمل مؤسسة تعليمية تهتم باخراج منتجات للاطفال. فاهم؟ كل واحد عنده فكرته. كل واحد انا عايز اعمل ملجأ قدام كذا. طب انا علشان انت راجل جاد، وعشان انا عايز اقول للشباب هتلاقوا اللي يساعدكم لو انتوا جادين، انا هديك تمويل. بس اخر حلقتين بقعد اتاكد ان هو مش رايح مش اي كلام، وتحت اشراف مؤسسي. اتفضل نفذ المشروع. انت اختبرت لمده 14 اسبوع، لان هم 14 اسبوع البرنامج. تم اختبارك 14 اسبوع، اثبتت جديه، اثبتت رجوله، اثبتت انك قادر. اتفضل قوم بالمشروع، تقدر تنجح وتقدر تقوم بيه. ياخد جايزة 100,000 يورو، يعني حوالي كده تقريبا 800,000 جنيه مصري. 800,000 جنيه. بياخد 20% له، وياخد 80%. ايه المشروع اللي انت كنت عايز تعمله؟ انا مش هديك فلوس. انا هديك المشروع. يلا ابني المشروع. تموله المشروع بتاعه. تموله حلمه. بالظبط كده. انا في الاخر بكلم مين؟ انا بحب مين في الموضوع ده؟ مش الستاشر. الستاشر نماذج رائعة طبعا، حتى اللي طلع منهم في كل حلقة. لكن انا بكلم ملايين الشباب. يا شباب انتوا ايه الفرق بينكم وبينهم؟ ده انت ممكن تكون احسن. وساعات بقول لهم كده وانا بكلم الستاشر، في مش موجود معاكو اقوى واحسن. ده انا على فكرة انا مستند في كل الفكرة دي لحديث نبوي مديني الطاقة دي. الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. الخير في وفي امتي، وفي أمتي الى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. الخير مليان. بس طلع كنوز. بس طلع وشوف الشباب، اديهم ثقة، اديهم امل. خلي بالك كلمة الامل هي نص برنامج مجددون. الامل. لان في اخر كل حلقة تفاجأ انهم نفذوا. والله يا معتز انا في بعض الحلقات وانا بديهم المهمة اقول لهم ما فيش مشكلة لو ما نجحتوش. لان اللي انا بطلبه منكم صعب يتحقق. ويتحقق. طب انت بتجربتك يعني ما شاء الله، يعني عمرو خالد دلوقتي بقاله نقدر نقول اكتر من 10-15 سنة معني بفكر الشباب. وبقضايا وبتحب الشباب جدا، وبقضايا مجتمعك. وما فيش شك انك يعني اصبحت ايكون او قدوة لملايين من الشباب في العالم العربي. انت تقييمك ايه للشاب؟ تعال نقول في مصر مثلا، محبط من بكرة؟ طبعا محبط من بكرة. مش متأكد من امكانياته. ما عندوش ثقة في نفسه. ثقة في نفسه عايزة تزيد. محدش بيمدله ايده. خايف يحلم. خايف يحلم. بص الكلمة دي، خايف يحلم. يحسن ما يتحققش. وهو من غير حلم مفيش حد بينجح في الدنيا دي. لازم الحلم قبل الاختراع. يعني ما هو اي اختراع اوله حلم. يعني ما هو يعني اللي عمل الآلة دي الاول كانت حاجة في خياله. اي انسان بينجح في الدنيا، معلش يا معتز، انت ما نجحتش في 90 دقيقة قبل ما كان جواك في حلم جواك، انا عايز اوصل اعمل كذا. هي البداية كلها حلم. انا في المسجد النبوي في يوم من الايام كنت شاب عندي 21 سنة، لقيت نفسي بدعي بهذا الدعاء. هو ده الحلم. اللهم احيي بي سنة النبي وبلغ صوتي للافاق. وبعد ما قلتها قلت الله، ده الدعوة دي حلوة قوي. قعدت لح عليها طول العمرة في مكة وفي المدينة. الحلم، ومحدش بيحلم حلم ويصر عليه لو بيحققه. ربنا شاء كده. انت دعيت الدعوة دي بعد كده جالك العقد بتاع الاي ار تي؟ جالي بقى الاول المساجد. ده قبل الاي ار تي. الاي ار تي جت متاخر والله، لان انا بدايتي مش الاعلام، مش الاي ار تي. انا بدايتي على انا اسف يعني، لا. على مصطبة صغيرة في مسجد الحصري مع الحاجة ياسمين الحصري الله يبارك لها. والله البداية كده. البداية يعني هذا الكرسي فخم جدا.
دي كانت مصطبه مصطبه كده بس مع احمدي كده زي ما بيقول. كانت كلها خير ورحمه وهي دي. وبعد كده الشيخ صالح كامل واقرا والبرامج بقى وانا بعتبر دايما بحب اقولها الاثنين دول اصحاب فضل كبير. حاجه اسمي الحصري والشيخ صالح كامل اصحاب فضل. حلمت انك انت تعمل رساله دكتوراه يا استاذ عمرو؟ لا ما حلمتش. لان انا عايز اقول ان انا اتزقيت لقيت نفسي عملت رساله دكتوراه. انت اتزقيت؟ مين اللي زقك؟ الظروف والاحوال والدنيا والسفر. قول لي بس مين اللي زقك وانا لقيت نفسي بعمل اشد لك ودنه. لا يا عم لقيت نفسي بعمل رساله دكتوراه ما يعني بدون ترتيب. فجأت يعني انا ما كنتش مخطط ان انا خالص عايز اعمل رساله دكتوراه. فلقيت نفسك فعلا بتعمل رساله دكتوراه بقالك كذا سنه وببارك لك مقدما انك هتناقشها خلاص بعد كام يوم في لندن يوم 19 مايو. يعني ان شاء الله مناقشه رساله الدكتوراه في جامعه ويلز بعنوان الاسلام والتعايش مع الاخر دراسه حاله على المسلمين في بريطانيا. المسلمين في بريطانيا, في بريطانيا. مساله التعايش السلمي ما بين المسلم وغير المسلم ولا المسلم والمسلم. هي فكرتها حلوه قوي. انت عارف انا راجل عملي انا ما بعرفش انظر. يعني تعالوا نعمل كذا. فلما جيت اعمل دكتوراه مش عارف اقعد اكتب كلام نظري. فعملت الدكتوراه ازاي؟ قمت عامل استبيان على 500 مسلم في بريطانيا و500 غير مسلم انجليزي في بريطانيا. بسالهم نفس الاسئله في عده مناطق. الرياضه مستعد تشجع فريق الاخر لو مش بيلعب ضد بلدك؟ العادات الاجتماعيه مستعد تسكن جنب مسجد؟ طب لو اتبنى مسجد جنب بيتك تقبل لغير المسلمين؟ غير المسلم. طب للمسلمين مهتم بدراسه تاريخ الاخر الانجليز وبسال نفس السؤال في الناحيتين. وبعدين اجي في الجزء الديني مستعد اتجوز بنتك لغير مسلم؟ طب مستعد اتجوز ابنك لغير مسلم؟ وبعد كده اخد واحلل عشان اطلع فين القبول العالي مستعد والحياد والرفض الشديد. كويس قوي. فطلعت نتائج انا شايف ان انا سعيد بيها جدا. طلعت ان المسلمين على غير ما بيظن بيهم ان هم مش مستعدين للتعايش, بالعكس مستعد يتعايش في كثير من الاشياء الثقافيه والرياضيه. على فكره الرياضه طلعت اكتر منطقه تعايش. الرياضه بالذات اكتر منطقه تعايش والله. يعني يقبل ان هو يلعب مع نادي ويشجع ويبقى لي صديق بيلعب معاه رياضه واروح العب معاهم كوره ويجوا يلعبوا معايا حتى الانجليز والعب مع المسلمين ما عنديش مشكله. منطقه تعايش كبيره. عادات الاكل ووصفات الاكل ومطاعم الاكل مستعد. وفي منطقه المسلمين رفض شديد. إيه بقى؟ طبعا ما جوزت بنتي لان عنده محددات دينيه. الجواز والنسب. الجواز والنسب عشان حته الحرام وموضوع الحجاب لان انا سالت في كل المواضيع. فاكتشفت اكتشاف خطير. ما تيجوا يا جماعه بدل ما بنركز على المناطق اللي احنا مختلفين عليها, طب ما انا طلعت لكم علميا وعمليا باستبيان احصائي علمي مناطق احنا قابلين نشتغل مع بعض فيها. ليه بتركز على المناطق المختلفة عليها؟ ليه بتخبطني في الحجاب؟ ليه؟ دي منطقة اختلاف. يعني رسالة الدكتوراه بتبعت رسالة للجميع. تيجوا نركز على المناطق اللي فيها قبول عالي. واللي انا مش بجاي بقى اقول كلام نظري ده علميا اثبتها. تيجوا نكبر المناطق دي علشان نوجد تعيش. ومن فضلكم ممكن نبعد عن مناطق الاختلاف. ما تأذينيش فيها لان انا عندي محددات في ديني. فمن فضلك ابعد عنها وخلينا نركز في التاني. دي رساله الدكتور. بس عمرو انا المعلومات يعني ان الاوروبيين متحسسين في الوقت الحالي يعني من النقاب مش من الحجاب. ولذلك انا في الاخر بقول ايه؟ هناك مناطق اتفاق وهناك مناطق اختلاف. مناطق الاختلاف قد لا نصل فيها يعني دي دايرتكم ودي دايرتنا. تيجي ندور على المنطقه المشتركه نتعاون فيها لنعيش في شكل افضل بسلام. وتيجوا من فضلكم نبعد كلانا عن المناطق المختلف عليها. في مناطق رفض شديد نقدر نبعد عنها. طب والمناطق اللي احنا متفقين فيها ازاي نكبرها؟ ده جزء من الرساله. ازاي ننميها؟ طب واضح انك انت معني باحوال المسلمين في العالم. نعم. يعني والنظره للاسلام من قبل المجتمعات الغربية والمجتمعات المتطورة. نعم. معلش هو انا هرجعك 3-4 سنين لورا قبل ما تختار موضوع الرسالة. معرفش انت بدأت فيها بقالك قد ايه. 4 سنين تقريبا. حوالي 4 سنين
وان شاء الله هتناقشها يوم 20 اللي جاي 19 ولا 19 اللي جاي يعني بعد ايام يعني اقل من اسبوع ربنا يسهل يا رب تدعوا لنا الناس اللي بيسمعونا يدعوا لنا ان شاء الله وبعد كده طبعا تبقى الدكتور عمرو خالد ما ينفعش بقى اقول لك يا عمرو ولا يا استاذ عمرو يا عم بسيطه ان شاء الله فانا من دلوقتي اقول لك يا دكتور الله يخليك طيب ليه ما عملتش حاجه تخص الفهم الوسطي للدين الاسلامي ومشكلة التطرف اللي احنا بقينا بنعاني منها وممكن في اي وقت تفجر المجتمعات بتاعتنا هو خلي بالك في الاخر رسالة في جزء كبير منها بتعالج موضوع ان هل فكرة التعايش وان احنا نقبل بعض دي مش من اصول ديننا ولا ده كده اختيار لان احنا مزنوقين ما هو في واحد يقولك التعايش اصل احنا اصل المسلمين مزنوقين فلنلجأ الى التعايش ولا ده من صميم ديننا فأنا بثبت في الجزء الأولاني من الدكتوراه بنصوص هبقى حريص بعد الدكتوراه أنها توصل لكل من عنده فكر يعني متشدد أو رافض للقبول بنصوص قوية نبوية وقرآنية يعني شوف مثلا هديك آية بسيطة قوي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين دي سنة كونية ده قانون الكون مش ما ينفعش ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك رحم بإيه؟ إن الاختلاف ما يتحولش لصراع وبعدين تتختم الآية وتقول إيه؟ ولذلك خلقهم لإيه؟ يبقوا مختلفين ليه؟ ليه ربنا عايز كده؟ أصل الاختلاف ميزة عكس ما احنا فاهمين أنا بتفرج على البرنامج عندك يا معتز والناس بتعمل وإنت بتبقى قاعد بتطفي حرايق مظبوط كتير يا جماعة الاختلاف ميزة مش عيب لا الاختلاف ثقافتنا ما فيهاش ثقافة الاختلاف ومن ليس معي فهو ضدي ومش سهل ان انا اختلف معاك صح واسلم عليك بعد ما نختلف صحيح مش سهل عارف ليه؟ لان ما عندناش مادة في المدرسة بتقول ازاي نختلف برحمة وما بنسمعش خطبة جمعة ازاي ان الاختلاف لا يعني ان احنا نتقاتل او نتصارع او نلغي الاخر او نحطم الاخر زي ما بنتفرج على ما بنسمعش ده في المدرسة ما فيش مادة في المدرسة بتقول كده ما فيش خطبة جمعة بتقول كده انا اسف ان انا اقول لك والاعلام انا اصلا تعبان قوي من الاعلام في الفتره اللي فاتت وتسكيت الخناقات بقى في شتائم شتائم فضائيه وبقى في شتائم الكترونيه يعني في النت والفضائيات ده مش ادب الاختلاف انت شايف ان الفضائيات بقت بترسخ تشارك مناخ الاثاره على حساب معايير المهنة وأخلاقيات الإعلام أنا شايف إن هناك إثارة لخناقات غير لائقة يعني أنا شايف إن الفضائيات ضروري عليها إظهار الاختلافات تمام سواء اجتماعية أو سياسية في آراء بس في إطار معين بس في إطار في حاجة اسمها أدب اختلاف في حاجة اسمها انت قلتها لي واحنا في الفاصل احترام الاخر وقبول الامام الشافعي واحد اختلف معاه في مسألة شديدة فمسك الامام الشافعي ايده قال له الا يصح ان نبقى اخوانا وان اختلفنا في مسألة الامام احمد بن حنبل اللي هو بيتقال الحنابلة المتشددين جاء له واحد قال له انا جمعت كل اختلافات الائمة وسميت الكتاب كتاب الاختلاف قال له كويس ولكن غير اسم الكتاب سميه كتاب السعة شوف الرؤية ممكن تختلف ازاي يعني هو شافه كتاب الاختلاف والامام احمد بن حنبل شافه كتاب السعة طب وازاي ممكن ان احنا نختلف مع بعض بالروح برحابة الصدر اللي انت بطالب بيها دي لو احنا اساسا مش متربيين على كده صحيح ودي المشكلة فين دور علماء الدين فين دور الدعاء ده للأسف ده انت تشاف في الوقت الدعاء هو اللي بيشتم يعمل كليب ويشتم على الفضائيات في حد تاني لان عنده مشكلة يعني حتى ادب الاختلاف افتقده من يوجه بسلك احنا عندنا مشكلة ولا تجد من يحمل هذا الادب الشديد الا الحقيقة للحق اهل الازهر اكتر ناس حاليا يحملوا هذه الرسالة الرقية ويعرض رأيه بادب احنا عندنا مشكلة في ادب الاختلاف انت علاقتك بمؤسسة الازهر بتقيمها انها ايجابية طبعا والله يعني المحافظة على الازهر هناك بلا شك هناك اختلافات وهناك اختلافات وهناك اشياء لكن ده الازهر ده خلي بالك ده كلمة الاسلام الوسطي اللي انت كنت بتطالب بيها الحصن اللي محافظ عليه هو الازهر وما تنساش ان كل المبعوثين اللي بيعلموا الدين
الصحيح في العالم حاليا اصلا خريج ازهر. مزبوط. انت تروح جزر القمر، تروح موزمبيق، ازهري، تروح بنجلاديش، يقول لك ده انا خريج الازهر سنه صحيح. كذا صحيح، مؤسسه عريقه. مش من مصلحتنا ان احنا نهد الازهر، بالعكس احنا من مصلحتنا ان احنا الازهر العريق العظيم صحيح. وتقدير علماء الازهر وشيخ الازهر ويعني لكن نختلف، بس نختلف برحمه، نختلف برحمه، نختلف ونفضل اصدقاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاي لواحد من كفار قريش يعرض عليه عروض سخيفة، لو عايز فلوس نديك فلوس بس تسكت عن دعوتك، شوف العرض. لو عايز تتجوز واحدة نجوزك واحدة، لو عايز يا سيدي تبقى ملك، لو عايز الشرف وما نعملش قرار لما نرجع لك نديلك. بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا أبا الوليد أسمع. أبا الوليد بكنيته أنا سامع. مش يقطعوا، عارف التشنجات اللي بتشوفها؟ تلاقي واحد عمل لك تشنجات عارفها كويس فخلص، قال كل الكلام الوحش ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم افرغت يا ابا الوليد خلصت؟ قال نعم. قال فهل تسمع مني؟ يا سلام، ايه ده؟ مش معقول، ده النبي. ما هو لو احنا عندنا واحد على 100 من اخلاق النبي ما كانش يبقى ده حالنا. ادب الاختلاف، ادب الاختلاف. بشكرك جدا وبتمنى لك كل توفيق، ومبروك على البرنامج مجددون. ومبروك على الدكتوراه ان شاء الله، يعني لو بقي في العمر بقيه ان شاء الله نبارك لك يوميها ونعمل معاك حوار ان شاء الله ونشاركك اللحظه دي. بشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق، واكيد هنلتقي قريب جدا في مناسبات اخرى. المشاهدين بتوعك الف شكر. حوار مفيد وممتع مع عمرو خالد كعادته وكباقي كل حواراته وإطلالاته التلفزيونية. ببارك له على برنامج مجددون بيتذاع على المحور كل يوم 2-7 مساء ويعاد 12:30 مساء بتوقيت القاهرة. شكرا، وتفاصيله على عمرو خالد دوت نت. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء، تصبحوا على خير.